نرجع من تاني للزمالك لانه معانا على التليفون امين صندوق نادي الزمالك الاستاذ حسام المندوه، منورنا ومشرفنا. مساء الخير يا فندم واهلا بيك معانا في هاتريك على اون تايم سبورتس. اهلا، مساء الخير يا محمود، يا اخبارك اهلا ايه؟ بيك، وحشنا اولا، مبروك ثانيا على السوبر وبالتوفيق طبعا في اللي جاي. اشكرك والله يبارك فيك، وربنا كده دايما يجعل الانتصارات موجوده في الزمالك، الفرق يعني تستحق حقيقة كثير من الإشادة لما قيل عنها قبل المباراة من يعني نقد بشكل سلبي جدا جدا جدا. فأنا ببارك حقيقة لكل الجماهير الزملكاوية وأعضاء مجلس الإدارة، الجهاز الفني اللي برضو انتقد كثيرا قبل المباراة، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن المباراة دي جات عشان ترد على كل ما تم انتقاده بشكل إيجابي جدا على أرض الملعب. إن شاء الله صفحة وطويت خلاص، وفي تركيز ما هو قادم بإذن الله. طيب، عندنا بقى مجموعة من الحاجات اللي محتاجين نأكدها أو ننفيها. أولا، مستحقات اللعيبة تم صرفها بالكامل قبل السوبر حقيقي أو لا؟ تم صرفها بالكامل قبل السوبر، ولكن بيتبقى جزء بسيط اللي هو اسمه الشروط الخاصة. ده لكل لعيب ببعض الشروط الخاصة، ده اللي احنا حاليا برضو هنشتغل عليه عشان نشوف برضو باقي مستحقاتهم. ممتاز. على فكرة دي من فترة زمنية طويلة جدا ان يحصل حاجة زي كده، ان اللعيبة تكون واخدة مستحقاتها كاملة بدون اي مشاكل خالص، واللي احنا سددناه يعتبر مستحقات موسمين مش موسم واحد فقط اللي احنا موجودين فيه، موسم سابق وموسم حالي. طيب، الحاجة التانية، المكافآت الخاصة من مجلس الإدارة للعيبة، إيه الأخبار؟ دي يعني لسه، يمكن لسه الكابتن حسين لبيب لسه واصل امبارح، ويمكن احنا كنا في استقبالهم في المطار لان انا ما سافرتش معاهم ولسه بنتكلم فيها يعني. لكن هو طبعا ما فيش شك ان الفرقه تستحق كل المكافآت. وحقيقه الامر اللي انا عايز اقوله برضه يا استاذ محمودي، ان فرقه نادي الزمالك بكباتنها لما يقفلوا على نفسهم، لان هم برضه حققوا انتصارات كثيره جدا يمكن في قبل كده زي الكونفدراليه بدون ما يكون مستحقاتهم موجوده. طبعا فانا عايز اقول ان الفرقه دي بتمشي كده كده بدون مستحقات بحاجه خالص، ولكن مش معنى كلامنا عشان ما يلاقوش ان مفيش مستحقات يعني. لا، مفهوم طبعا، مستحقات وكل حاجه. طيب، الحاجه الثالثه، ال 2 مليون دولار وصلوا لخزينه الزمالك ولا لسه؟ لا لسه، هيوصلوا ان شاء الله. طيب، اوجه بقى النبي عشان دول بيتنظروا. طبعا، اوجه بقى الصرف يا فندم، يعني الزمالك عنده ايه في اللي جاي؟ هل عنده في قضايا تانية؟ هل الفلوس دي موجهه ناحيه الصفقات في المقام الاول؟ هل الفلوس دي بتدفع بيها مقدمات للعقود او بتحاول تجدد؟ يعني ايه الحاجه رقم واحد بالنسبه لك اللي ترى ان الفلوس دي تروح من خلالها؟ هو حقيقة أوجه الصرف يمكن كتيرة جدا جدا جدا، لأن أول حاجة الناس كلها عارفة. يعني طبعا طبعا ما فيش شك المستحقات، وإن شاء الله برضو أي حاجة مرتبطة بالصفقات والقضايا الخارجية دي مهم جدا نتخلص منها بدري، لأن بتسبب لنا مشاكل بعد كده يعني. ولكن المجلس هو حقيقة برضو حاطط أولوياته أي مستحقات موجودة، وخاصة لقطاع الكورة زي ما قلنا، الجزء الخاص بالشروط الخاصة ومستحقات برضو باقي الالعاب. واللي انا بقوله ده ارقام كبيره مش صغيره، يعني انا بقول ده ارقام كبيره جدا. كام يا فندم؟ كام تقريبا؟ دوليه يعني، خلينا ما نذكرش ارقام كده غير لما نكون موجودين مع بعض كده عشان نفند المواضيع بشكل واضح لنا. يعني نص الفلوس مثلا، مليون دولار يعني برضو، يعني خلينا بس نحافظ على الارقام دلوقتي. ماشي، انا بس يعني هي الفكره يقول لا ماشي، هي بس الفكره يعني اللي جمهور الزمالك حابب يسمعه منك، انه ميركاتو الفريق اغلق ولا لم يغلق؟ لانه سمعنا انه بعد السوبر الصفقات لسه مكمله مع النادي. يعني ان شاء الله كده في بعض الامور برضه ان شاء الله كده هتكون موجوده باذن الله. في صفقات موجوده الفتره اللي جايه. ان شاء الله. طيب، الحاجه الرابعه، ملف بوبنزا وصل لحد فين؟ سواء من الناحيه القانونيه، من ناحيه المراسلات بينك وبين الانديه، وصل الموضوع لحد فين في الشكوى كمان بتاعت الزمالك؟ والله هو ابو بنزا موضوع يعني احنا بنتعامل فيه بسريه مطلقه، لكن القانونيين في النادي والمسؤولين عن هذا الملف بيقوموا بدورهم بيه، وحاليا في مرحله المخاطبات طبعا، وان شاء الله يكون في نتائج فيه كويسه جدا. طيب، من ناحيه التوقيت، المشاكل اللي زي دي عاده بتاخد وقت قد ايه لحد ما تتحل؟ يعني مش عارف حقيقي، برضه سؤال للقانونيين اكتر حقيقي، مش عارف، بس طبعا مش على الزمن القريب يعني، هتبقى تاخد وقت.
مفهوم. لكن كان بالظبط يمكن القانونيين هيكونوا ردهم احسن مني فيها. لكن هناك ثقه انه الزمالك موقفه قوي في القضيه. مليون في الميه. طيب اللعيب او وكيله هل حاولوا يتكلموا عشان ينهوا الازمه ولا مفيش اي تواصل؟ يعني خلينا بس الموضوع ده عشان بس احنا يعني احنا سياستنا وانت عارف من اول يوم يا استاذ محمود ان احنا بنتكلم في اللي بيتعمل فعلا وينفع نعلنه. خلينا بس بعض الامور كده بتحتاج سريه شويه عشان برضو ننهيها بشكل كويس. طيب امبارح كان واحد من نجوم السوبر كابتن محمد عواد قال ان اللعيبه مستعده انها تخفض من رواتبها او تدفع من جيوبها علشان يجدد عقد زيزو وعشان زيزو يكون موجود مع الزمالك، وده ملف انا عارف انه بيشغل بال مجلس الاداره جدا جدا في المرحله الحاليه. هل زيزو التفاوض معاه ومع ممثليه تسير بشكل ايجابي عشان يكمل مع الزمالك ولا الان الامور مجمده بعد الشيء بعض الشيء ويتم استئنافها بعد شويه؟ يعني اولا بما ان عواد قال كده خلاص يبقى هيجي بكره عشان نسحب منه عشان يطلع بليون. اثبت بقى. هو حقيقي هو روح طيبه جدا من اللعيبه مع بعض، وده يعني بامانه الله ده اللي بيميز فعلا فرقه نادي الزمالك، ان كلهم على ايد واحده حتى لما يحصل بعض الاوقات ضيق او زعل او غضب ملعب، في الاخر كلهم مع بعض ايد واحده عارفين الهدف بتاعهم ايه. مفيش شك ان زيزو من رموز الفرقه ونجوم الفرقه، واحنا بالنسبه لنا زيزو موضوع مهم جدا 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 حاليا، لان احنا داخلين برضو كمان اسبوعين يمكن على بطوله مهمه جدا، اسبوعين ثلاثه بطوله مهمه جدا السوبر المصري، فاحنا حقيقه دلوقتي مش عايزين نشتت يعني اللعيبه باي شيء، ولكن زيزو لعيب ركيزه اساسيه موجود في فريق نادي الزمالك، ارتباطه بنادي الزمالك وارتباط كاثوليكي يعني غير قابل حقيقي للنقاش. ان شاء الله هيتقعد معاه قريب جدا 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 عشان ننهي هذا الملف، وبنقول برضو احنا بنراهن على حب زيزو لنادي الزمالك وجميل نادي الزمالك وعلى حب جميل نادي الزمالك لزيزو. طيب اخر حاجه وده طلب مش سؤال، اكيد حضرتك تابعت البوست شيكابالا على انستجرام وعلى جمهور الزمالك ال 600 شخص اللي كانوا موجودين في السعوديه اللي باتوا في اوضه اجتماعات علشان يكونوا موجودين مع الفريق في المدرج وعشان يشجعوا الزمالك، وشفت الصور اللي انتشرت والفيديو اللي انتشر، وده كان حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده مع الفيديو التحفيزي قبل بدايه المباراه. يعني اتمنى انه مجلس الاداره لو كان في ايده انه يبص لهذا الجمهور وان يكافئه بشكل او باخر على اللي حصل ده، دي حاجه هتكون رساله بترسخ مفهوم علاقه مجلس اداره الزمالك بجمهور نادي الزمالك. يعني علاقه الجمهور بالفرقه او نادي الزمالك علاقه قويه جدا، وهي الدعم الاساسي للفرقه. طبعا كل اللي نقدر نعمله للجمهور احنا ما نتاخرش عليه ابدا. لو في افكار حقيقيه موجوده او حاجه ممكن فعلا ننفذها وممكن نستجيب ليها ما فيش مشكله خالص، لان احنا بنؤمن ان الجمهور هو اللعيب رقم واحد، والكلام ده مش كلام نظري ده كلام حقيقي. الجمهور ده يا استاذ محمودي انا يمكن في كل البعثات اللي احنا طلعناها واقتنصوها عن الفرقه بلاقيه هو هناك موجود في استقبالنا، بيسبق الفرقه، بيجي من كل مكان، بيصرف فلوس كتير عشان يوصل للمكان ده، بيجي على نفسه في حاجات كتيره جدا زي ما الصوره كده بينت عشان خاطر يكون داعم لفرقته، موجود ملتزم بشكل اكثر من رائع جوه المدرجات. يمكن احنا شفناهم في الماتش الاخير ازاي الدخله بتاعتهم وحاجه رائعه، يعني حاجه جميله، ولاحظت ورثت برضو وفاء للاعب كبير زي شيكابالا كانت موجوده، حاجه تفرح بجد يعني. فطبعا احنا الجمهور ده فوق دماغنا ويؤمر. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، مبروك من جديد. انا عايز في نهايه بس انا عاوز اشيد بيك، انت راجل اعلامي مثقف. شكرا. ودائما وابدا بتتكلم بمنطقيه وحياديه، وتحريرك له طابع خاص مختلف يعني حقيقي. فانت محظوظ بالسمات دي، فانا بشكرك على ما تمتلكه من هذه السمات اللي بتوصل المعلومه بشكل رائع وبسيط لكل المتفرجين. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، لكن ده لن يمنع انه هنحط الترابيزه هنا ونستناك علشان نفند كل الورق زي ما انت قلت لي في اول المداخله. اكون سعيد ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام المندوه، امين صندوق نادي الزمالك.